شهر شعبان يا بناتنا شهر كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام فيه، حتى السيدة عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا منه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشعبان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم صلى الله عليه وسلم. لعم خاطب بناتنا، لأنه يا بناتنا عليكم قضاء، البنت اللي عليها قضاء، الزوجي، البنت، الأم، الأخت اللي عليها قضاء تقضي الآن، لا تخلي رمضان يجي عليك وعليك قضاء، هاي ديون، دين الله أحق بالقضاء. اخضي الديون اللي عليك، كم يوم عليك صيام؟ 7 أيام، 5 أيام، 10 أيام، اخضيهم الآن. الصيام لطيف خفيف طيب وكل خير إلنا، خاصة صيام القضاء، هاي واجب، هذا فرض. وبالنسبة للجميع، للرجال اللي ما عليهم قضاء، هاي صيام النافي لهذا وقته، هذا صيام النافي لهذا وقته، هذا موسمه. صوم 2 وخميس، صوم 3 أيام البيض، صوم يوم وفطير يوم، المهم انك انت خليك مع صلة في الصيام كما كان المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين.